في واحد من الشباب السودانيين جدا جميلين، واهب حياته العمل التطوعي ووقته وطاقاته وأصحابه وأهله كل حال، وبيعمل في عمل جدا عظيم، ودائما بناشد إن هي بس الناس اللي تزور المكان ده، المكان اللي هو فيه إحساس الحياة والإحساس بتاع الأمل، فيه الرسائل المستمرة هي استراحة الخيرية لأطفال مرضى السرطان. إحنا سعيدين جدا يكون معانا الشاب مجاهد عمر مدير التشغيل في الاستراحة. صباح الخير وصباح السعادة عليك يا مجاهد. صباح النور تسنيم عليك وعلى كل الشعب السوداني وعلى كل المشاهدين لقناة سوداني 24. كيف عامل انت؟ تمام؟ تمام والله الحمد لله. طمنا عليك وعلى بقية الشباب. ماشي الحال. لا طيبين والله الحمد لله. لله وربنا يرفع البلاء ويسلم الشعب ده ويلطف بالناس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عايز اعرف معاك يا مجاهد الاوضاع في الفترة الاخيرة للاستراحة. والله يا تسنيم طبعا ما بيخفى على زول انه اي بيت واي زول يتاثر بالجائحه بتاعت الكورونا ويتاثر بالحظ ويتاثر بالغلاء الفاحش الحاقد ده على نطاق البيوت وعلى نطاق الاسر الضيقه. فما بالك لما انت يكون اعتمادك اساسا على التبرع، تطالب التبرع من شعب بمر بظروف يمكن عصيبه، يعني دي اكثر فتره عصيبه بمر بها الشعب السوداني. ايوه الناس الصوره ما واضحه بالنسبه ليها، النسبه بتاعت التبرع قلت للحد الادنى، يعني بقى حتى اللي عنده ما ضامن الظروف، يعني زمان الناس بتدي وعارفه انه ممكن بكره بعد بكره يعني تواصل اشغاله وتواصل حياته وتنتج. حاليا بقى في خوف من الوضع المجهول اللي احنا فيه، وده اثر بشكل كبير على الاستراحه. مشكله الاستراحه زي ما قلت معتمده تماما على التبرعات، ما عندها اي مصدر بتاع دخل انها تعول عليه. منصرفاتها كثيره شديد، التشغيل الشهري اتضاعف حاليا بسبب التضخم وبسبب الغلاء الشديد اللي عايشين فيه الفتره دي. ايوه في معاناه حقيقيه اللي ما دي بدات تظهر والله ما اخفي عليك. يعني والله مجاهد بجد الله يقويكم يا رب ويعينكم ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله اهل الخير، يعني يكونوا سامعين الكلام ده وتماما كل حاجة ترجع زي ما كانت. لكن عايز أعرف معاكم بس يا مجاهد، أكيد أنتوا دائما قاعدين تلقوا حلول، يعني المعاناة والصعوبات دي مما بدأت الاستراحة أنت طبعا عارفها تماما، يعني لا وما تخلي خافي برضو على متابع سوداني 24، وكل مرة قاعدين نعرف الحالة دي وقاعدين نشوفها، لكن المتعودين عليه أنه دائما أنتوا بتلقوا حلول عشان ما تواصلوا في احتياجات الأدوية، عشان ما تواصلوا في الجرعات حقة الأطفال، عشان ما الاستراحة تكون تشغيلة ده مستمر. لا يعني إحنا مؤمنين تماما إنه رغم المعاناة في النهاية الاستراحة دي ما بتجيب بإذن الله. ما في طفل في يوم من الأيام بتجيب له وجبة، ما في طفل إن شاء الله بتتعسر له جرعة أو بنقص له دواء، مع إنه حاليا برضو في أزمة طاحنة بتاع الدواء، ولسه في ناس بتجي ولسه في ناس بتتبرع، ورغم الحاجات اللي أنا قلتها لك دي برضو لسه في ناس حتى مع قفل الزيارة بسبب الكورونا بتحول إنبوك وبتحول. امبارح كان عندنا دواء بنفتش فيه وبرضو الشعب السوداني ما قصر بالرغم من الظروف العايشة. فأملنا في ربنا سبحانه وتعالى أولا وفي الشعب السوداني زي ما قاعدين نقول دائما إنه الأطفال ديل ما براهم، الأطفال ديل السودان كله معهم. صح صح. طب هسه يا مجاهد العددية وفي في تمديد بتاع فترة حظر، يعني ده هل أثر على حاجة؟ الناس اللي قاعدين معانا من بداية الكورونا اضطروا إنه ما عندهم طريقة بتاعت رجعة، وفقوا أوضاعهم أطفالهم في الغرى وفي النجوع هناك مسكوهم أهلهم، بكون معانا طبعا مرافق واحد سواء اب او ام، الثاني بكون قاعد مع بقيه الابناء في الاغاليم. أيوة. الحمد لله يعني ما تضجروا وما زهجوا، يعني احنا قلنا الفتره بتاعت الشهور دي ممكن ما يقدروا يتحملوها. العدد الموجود حاليا بقى طبعا عدد ثابت لانه ما في زول بيمشي او زول بيجي، والناس مواصله يعني. طيب الجانب الخاص بالجرعات ويعني دي انتوا لازم تمشوا المستشفى طبعا، فده برضو تخيلي عايزه منكم حرص اكتر وتدابير وقائيه اكتر، فاحكي لي برضو على الجانب ده. طبعا الجرعات متواصله في برج الامل لعلاج اطفال مرضى السرطان، وطبعا الجرعات مجانيا اصلا. الاطفال بتمشي يوميا العربات بتاعت الاستراحه، لكن تحت اجراءات وقائيه شديده ابتداء من الرشوة التعقيم ذات وبتاع الاستراحه كل يوم لكم مرحله، بالاضافه للقلاضات، بالاضافه للماسكات، بالاضافه لكل المعقمات اللي ممكن تكون مع الاطفال. طفل السرطان مناعته ضعيفه، اكثر عرضه للمرض، اكثر عرضه لظهور الاعراض، اي حاجه ممكن تتعبه مع ضعف المناعه، فلازم تتخذ معه كل التدابير والاجراءات الوقائيه يوميا. طيب مجاهد انا عايز اديك مساحه لو حابب توجه رساله، واكيد مساحتك.
طيب احنا في البدايه الرساله بنوجهها للشركات، كل طيب الشركات اللي بتنتج المواد التموينيه. احنا العبء الاكبر في التشغيل عندنا في استراحه اطفال مرضى السرطان البند بتاع المطبخ، زي ما موجود في اي بيت. اي شركه ممكن تصنع منتج بتاع مواد تموينيه، دي لو دعمتنا بالمنتج بتخفف لنا الميزانيه بتاعت الصرف إن شديد. شاء الله إن شاء الله. وهكذا المستشفيات محتاجين برضو لنسب بتاع التخفيض في الفحوصات وفي الصور وفي كل التفاصيل الثانيه دي، حتى باقي القروش اللي بتجي من التبرعات دي الناس ممكن تنفقها في الحاجات اللي ما عندها طريقه انها تجيبها من الشركه مباشره. كده بنقدر نقلل الانفاق وبنقدر انه الناس تستمر لاطول فتره ممكنه باذن الله. الله يقويكم يا مجاهد، وان شاء الله دايما تستمروا انتوا بتعملوا في دور حقيقي هو عظيم جدا، ويعني مجموعه من الشرائح اللي هي خاصه بانه برضو كشباب اكيد بيدعموا المبادره. انت طبعا تعلم تماما قد شنو هي الناس بتحاول دايما ان هي تبعث الامل، عشان ما اكيد تواصلوا بنفس الحماس وبنفس المحبه. شكرا لك يا مجاهد، ومن هنا الله يديكم تقبل العافيه تحياتي ومحبتي لك ولكل الشباب. ومنتظرين لكم يا تسنيم اكيد كعادتكم ان شاء الله تجي تزورونا وتدعمونا في الاستراحه بيطلبكم ان شاء ان الله. شاء الله ان شاء الله. شكرا لك الله يا يديك مجاهد، العافيه، الله كثر خير. يقويك، الله تسلم يا اخوي، يسلمك، شكرا. تسلم، الله يسلمك.